485 ألف ريال لزوجتي، فأنا أخذ نصف راتبها بموافقتها، وذلك أنني سمحت لها بالعمل، وأنا في نيتي والله أن لا أخذه، إنما أجمعه لها، واشتريت به أرض قبل سنتين وبعتها قبل شهر ب1,300,000 ريال، والله أني أحب زوجتي وأنا ولله الحمد بخير وبنعمة، وعندي مبلغ كبير لنفسي ولأولادي، لكن أنا متردد أقولها. أنا لك عندي 485 نميتها لك فأصبحت 1,300,000 ريال، وخاصة أنها متنازلة عن راتبها لي. أشر علي يا شيخ، وخاصة أن الآن ما في حسابها إلا 2,000 ريال من راتبها فقط، والسبب أن زوجتي كثيرة الصدقة على أخواتها الضعيفات المتزوجات، وحالتهم المادية جدا سيئة، وهذا ما جعلني أحب زوجتي وأرتاح لها، فهل أخبرها بأن هذا المبلغ الكبير لها أم أخذه بأنها قد سمحت لي عنه؟ أولا أصحح كلمة وردت في سؤال أبو راكان يقول فيها إني أخذ نصف راتبها لأنني قد سمحت لها بالعمل. المرأة من حقها أن تعمل، ومن حقها أن تأخذ راتبها كاملا، وليس لك حق، وليس للزوج حق في أن يأخذ من راتبها نتيجة إنه سمح لها. نعم. ليه؟ لأن ما هي رقيق عندك ولا عبده ولا تحت كفالتك. طيب شيخ، نتحمل هذا الكلام اليوم ونقوله؟ إيه، قول نقوله، ويجب أن نصحح المفاهيم. بعض الأزواج لا يفهم هذا، يتصور أن هذه العاملة ذي المنزلية، أن المرأة أنها عاملة منزلية يأخذ نص راتبها ويلزمها أنها تصرف على نفسها. لا، ما يجوز، هذا ظلم. وإذا ظلمت امرأتك، بعض النساء ترضى بالأمر الواقع بسائغ الاضطرار. ليه؟ لأن عندها أولاد منه هنا، أو أنها ترضى تعطيه علشان تعيش معه عيشة طيبة، لأن مثل هاتف العملة، حد الفلوس في فمه ولا زعل. طرحنا هذا الموضوع وقلنا الكلام، قلت يا شيخ سعيد، وزعلوا علينا الرجال، قالوا لا هي وافقت. يجب أن نقول الحق، ولا يهمنا زعل الرجال أو عدم زعلهم. الحق الذي ندين الله به أن راتب المرأة لها، وأن كل المسلم على المسلم حرام، وأن ما يأخذه الزوج من زوجته بدافع الحياء أو بدافع الإكراه أو بدافع الإذعان أنه حرام عليه ولن يبارك الله له فيه، وأن الله قد ألزمه بالإنفاق على زوجته. الله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله أعطاك القوامة لأنك دفعت الفلوس وانت رائد الأسرة، أما تبغى تقوام وتأخذ فلوسها لا، ما يجوز. والأخ أبو راكان رجل شهم وكريم، بدليل أنه أخذ الراتب وما أكله، وإنما حفظه لها وثمر حتى وصل ملايين. إيه نعم، فجزاه الله كل خير، ولا يباح له أن يأخذ منه ريال واحد. أما هل يعلمها أو لا يعلمها؟ بل يعلمها الليلة قبل بكرة، لأنه إيش قيمة مليون لها مسكينة وما عندها إلا 2,000؟ إيه نعم، إيش؟ وما دام أنها كريمة في الخير وتنفق في الخير، الإنسان لا يحب المال. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.